كنعزو الجهود ديالنا فيما يخص تنزيل استراتيجيات قطاع الصناعات التقليديه، خاصه السجل الوطني للصناعات التقليديه. كذلك غادي نعزو الدعم والمواكبه باش نرفعوا من تنافسيه القطاع، وغادي نسرعوا في تنفيذ خريطه الطريق ديال السياحه، لان غادي تمكن صناع التقليديين باش يرفعوا من الدخل ديالهم. النقطه الثانيه هي غادي نزيدوا نحافظوا على الموروث الثقافي، كنشتغلوا بالتنسيق التام ومستمر مع الشركاء ديالنا، خاصة غرف الصناعة التقليدية والتعاونيات والجمعيات وكذلك قطاع الثقافة، باش نقوموا بجميع الإجراءات التقنية والقانونية باش نحافظوا على التراث المادي واللامادي ديالنا داخل وخارج الوطن. النقطة الثالثة والأخيرة هي أننا الحمد لله كنحققوا نتائج إيجابية ومشجعة، وهذه النتائج كتأكدها الأرقام. فلأول مرة تجاوزت المداخل من العملة الصعبة ديال الصناعة التقليدية 11 مليار درهم، بما فيها الصادرات والمبيعات للسياح، كما أن هذه الانتعاشة رفعت من جاذبية القطاع عند الشباب، ورفعت الإقبال على التسجيل في مراكز التكوين المهني، حيث انتقل عدد المسجلين بهذه المراكز من 12000 مسجل سنة 2022 إلى 16000 في 2023، وغادي نوصلوا إن شاء الله هذا العام 19000، وإن شاء الله في أفق 2030 الهدف ونوصلوا ل 30000. وحسب الدراسات، مردودية الصانع التقليدي في المدن ارتفعت بجوج في المية بين 2018 و 2022، وفي خارج المدن ب 16%. كما أن المجلس الوطني للصناعة التقليدية، كيف ما قلتوا لي غادي السيد رئيس الحكومة أول مجلس ديالو قريبا، غادي يعطي إن شاء الله واحد دفعة قوية لهذا القطاع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.